من مدينة الزهرة أريانا جزيرة دونس إلى مدينة القدس. مرحبا بكم. مرحبا بكم في قصر بلدية أريانا، مرحبا بكم في فعالية الدورة 28 لعيد الورد. الدورة هذه انطلقت نهار جمعة 3 ماي وتواصل إن شاء الله نهار 19 ماي. الافتتاح كان باستعراض حول شعار الدورة، شعار الدورة اللي اخترناه السنة، من مدينة أريانا إلى زهرة المدائن. وقع افتتاح معرض الورد، عن رقم قياسي السنة في عدد العارضين المشاركين، لأول مرة في تاريخ أريانا نصل 120 عارض. التظاهرات البيئية، زرعنا الورد في المؤسسات التربوية، زرعنا الورد في مراكز الشرطة، في المكتبات العمومية، في إقامة العمارات. واليوم عنا تظاهرة ورد لكل مربي، هي لمسة وفاء للمربين اللي قرأوا في مدينة أريانا وخرجوا ريتريت. حبينا لمسة وفاء لهم. مشكورة جمعية صيانة المدينة هي اللي تنظم التظاهرة هذه بالشراكة مع بلدية أريانا. احنا اليوم في مناسبة باش نكرموا فيها المعلمين اللي خدموا البلاد هذية، واللي خدموا الأجيال هذية. معلمين اليوم باش نلقاوهم إن شاء الله موجودين من الستينات من السبعينات من الثمانينات، هذوما اللي رباوا أجيال وخلقوا الأجيال اللي هما موجودين إثارات ومسؤولين اليوم في هذه الدولة. إذا هذه مناسبة حبينا نكرموا فيها المربين نتاعنا باش ما ننساوش فضلهم على ما قدموه لهالجهة ولأبناء الجهة هذه. وقتنا معرض أريانا نظام مع زهرة المدائن فلسطين، نحب نقاوموا اي حاجه معناتها نساهموا بها في المعرض هذا باش نزينوا بلادنا، نعطوا منتجات حلوه للمواطن التونسي للمواطن الاجنبي. ديجا تشوف فينا الستون تاعنا مزيان على الاخر، عندنا لي بلون انتيريور لي بلون اكستيريور، عندنا اسماء معقوله زاده في متوفر المواطن كليكا. ان شاء الله ربي يحمي بلادنا. أنا نسكن هوني في أريانا، كل عام نفرح برشا كي يعملوا المهرجان متاع عيد الورد هوني في أريانا في الافتتاح متاعو، نكون من الأوائل موجودة هوني. وكها نحب الورد، عندي جنينة في الدار، نجي نشري ورد نحابس أكيد كها. درجة المعرض هذايا بيقول السبت عيد الورد في أريانا، إن شاء الله ديما أيامنا ورد فعلا يا رب.